لنرى إذا كان بإمكاننا زيادة فهمنا لماذا ثابت التوازن للمعادلة يبدو بهذا الشكل. وكمراجعة، هذا ثابت التوازن كإكوليبريم، وسيكون التركيز للجزيء y مرفوع لأس المعامل، أو إذا كنا نفكر في المولات مرفوع لعدد المولات. إذا فكرنا في هذه كنوع من نسب المول أو نسب المولية، أو يمكن إظهارها كنسب جزيئية. أيا كان، ضرب تركيز الجزيء زد. الآن لن نقوم بالتفاضل والتكامل، دي هي فقط عدد المولات اللازمة من زد لكل سي مول من واي، بي مولات من اكس، واي مولات من في. إذا هي زد للقوة دي تقسيم التركيز لفي للقوة A وإكس للقوة B. هذه فعلا معادلة لطيفة ونظيفة، لكن لماذا تظهر بهذا الشكل؟ وقمت بعمل فيديو سابق حيث بدأت البحث هذا عن طريق اللوغاريتمات وإلى آخره، ووصلت إلى شيء، لكن ذلك الشيء غير مترابط، وأعتقد أني قد وصلت إلى سبب بسيط لماذا هذا يبدو بهذا الشكل. لقد حذفت ذلك الفيديو وخرجت بواحد لطيف ويفسر أكثر لماذا هذا يجدي نفعا، وفي الواقع يفسر بعض الأشياء الأخرى التي سنتعلم عنها عن ثوابت التوازن في الفيديوهات المستقبلية. إذا ما الذي يجعل التفاعل يحدث؟ ما الذي يجعل التفاعل يحدث؟ أو ماذا يعني التوازن؟ يعني المعدل الذي يحدث عنده التفاعل الأمامي. هذا يعني معدل حدوث هذا y زائد z، آسف، v زائد x يتحول إلى y زائد زد. لا يمكن نسيان المعاملات طبعا، a b c d سيساوي التفاعل العكسي حسنا، ويساوي معدل التفاعل العكسي. إذا مولات سي مول من واي زائد مولات دي من زد يتحول إلى a v b x. لا يعني بالضرورة هذا أن التراكيز متساوية، لأنه يمكن الحصول على تفاعل حيث ينتهي بتفضيل التفاعل الأمامي، حيث يكون لدينا تراكيز أعلى بكثير من واي وزد، أو ربما سنفضل التفاعل العكسي أو الخلفي حيث يكون لدينا كمية أكبر من إكس وفي. إذا هذه التراكيز ليست متساوية، وصلت إلى نقطة مستقرة، والذي يدل على أن معدل السير في هذا الاتجاه يساوي معدل السير في ذلك الاتجاه. إذا نفكر قليلا في هذا، ما الذي يحرك هذه المعاملة المعدلات؟ ما الذي يحرك هذه المعدلات من التفاعل حتى يحدث هذا التفاعل الأمامي المرسوم بالبنفسجي؟ ما الذي يلزم أن يحدث؟ يجب أن يكون لدينا تقريبا جزيئات A من V، ولنقل في أي حجم من الفراغ يجب أن يكون لدينا جزيئات في V، ومن المفضل أن تكون جزيئات AV، تكون في محيط جزيئات BX. إذا يجب أن يكون هناك B من جزيئات إكس، ويجب أن تكون في التوزيع أو التشكيل الصحيح وفي المكان الصحيح وقريب بشكل كافي حتى يحدث التفاعل. إذا التفاعل سوف يتحرك أو يحدث عن طريق هذا، إذا فكرنا في هذا عن طريق احتمالية إيجاد جزيئات AV وجزيئات BX، وكل ذلك ضمن حدود قريبة بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تتفاعل. إذا يمكن القول أن المعدل هنا سيكون مدفوع من قبل، ربما سيكون متناسب، لنقل هو فقط يساوي، لنقل ثابت التوازن كالأمور المختلفة مثل درجة الحرارة وكيفية توزيع الجزيئات حقيقة، لأنه لا يعتمد فقط على أن يكون هنا. يجب أن نقلق بشأن الطاقة الحركية، يجب أن نقلق بشأن أشكالها، لأن بعض الأشكال ستكون أكثر ملائمة للتفاعل من غيرها. دعونا فقط أن نأخذ في الاعتبار مع كي حسنا، ونتحدث هنا عن التفاعل الأمامي. إذا حتى يحدث التفاعل الأمامي لنسمي هذا كي زائد للتفاعل الأمامي، يجب أن يكون لدينا جزيئات من A من V هناك، وجزيئات من B من X. إذا ما هي الاحتمالية لإيجاد جزيئات A من X، أو ما هو التقريب القريب من الاحتمالية؟ حسنا، هو التركيز. نعم، لنفكر في هذا لحظة. عند كتابة التركيز من الجزيء V، والذي أعتقد عندما قمت بهذا كان الشيء بالأزرق هنا، بماذا معطى ذلك؟ هذا معطى بالمولات لكل لتر. حسنا، المول هو مجرد رقم، وهذا يدلنا أنه في أي حجم معطى تقريبا كم العدد الجزيئات التي نتوقع أننا سنجدها هناك. هذا هو التركيز. إذا أردنا إيجاد الاحتمالية لإيجاد هذه الجزيئات، لأن هذا هو العدد اللازم، يجب أن نضرب هذا بنفسه مرة في A، لأننا نحتاج A منهم، الاحتمالية لإيجاد فقط جزيء واحد في جزء صغير منه.
سنستخدم التركيز مرة واحدة فقط، لكن سنستخدمه بعدد مرات لأننا نريد A من هذه الجزيئات هناك. يمكن تمثيله بما هي الاحتمالية لإيجاد خمس رؤوس؟ حسنا، سوف نضرب الاحتمالية من رأس واحد خمس مرات. إذا احتمالية التفاعل الأمامي ستكون تركيز V للقوة A، وبالتأكيد هذا ليس كافيا لحدوث التفاعل. نحتاج أيضا أن نجد B من جزيئات X. نعم، إذا لدينا تركيز X للقوة B، وأريد أن أتأكد أنكم تفهمون هذا. ادعائي هو أن هذا هو تقريب، نعم هذا هو تقريب، أو في الواقع هذه طريقة جيدة لحساب الاحتمالية. إذا لنكتب هذه الطريقة، أو دعونا نقول المعدل يساوي ثابت معين، ونأخذ في الحسبان درجة الحرارة والتشكيلات أو التكوينات الجزيئية، ضرب الاحتمالية للحصول على جزيئات AV وجزيئات AV هنا وجزيئات BX، نعم AV molecules and BX molecules في منطقة صغيرة وكلها في نفس الوقت. والطريقة الأفضل للتقريب هي التراكيز. من الواضح أنه كلما كان التركيز عالي كلما كانت المولات لكل تر أكثر، كلما كانت الاحتمالية أكبر لإيجاد عدد جزيئات في هذه المساحة الصغيرة التي تهمنا. حسنا، ودرجة الحرارة والتشكيل ستعنينا بشكل كبير أيضا، لكن إذا استخدمنا التركيز كالاحتمالية من A، سأغير الألوان، إذا كانت الاحتمالية لإيجاد جزيء AV في حجم معين، نعم مولكيول إن سم فوليوم، إذا افترضنا أن المحلول متجانس، نعم بحيث جزيئات V تقريبا موزعة بشكل متساوي، سيكون هذا ليس تقريب أصلا، سيكون التركيز من جزيئات V ضرب الحجم الذي يعنينا فوليوم، نعم إذا أردنا الاحتمالية من A بي probability of A، حيث A هي عدد يمكن أن تكون جزيئات خمسة من V في حجم معين، نعم V in some volume هي الاحتمالية لإيجاد هذا A مرة، إذا ستساوي، وهذا عملية من مفاهيم الاحتمالية، نعم حيث تعلمناها في قائمة الاحتمالية. إذا إذا أردنا أن يكون لدينا خمس رؤوس على التوالي، ستكون نصف للقوة الخامسة إذا أردنا جزيئات V هناك خمسة منهم بنفس الوقت في حجم معين، أو A منهم سيكون V للقوة A ضرب الحجم. وإذا أردنا أيضا الاحتمالية الكلية probability، إذا نريد كل هذه، إذا A V's و B X's في حجم معين in some volume، ومن ثم يجب أن نضرب كل هذه مع بعضها، إذا ستساوي التركيز ل A V للقوة A ضرب التركيز ل X القوة B ضرب الحجم. إذا الاحتمالية لإيجاد العدد الصحيح من جزيئات V وجزيئات X في المكان الصحيح في حجم معين ستكون متناسبة بالضبط مع هذا هنا، ونقول أن معدل التفاعل الأمامي متناسب مع هذا الشيء. إذا هذا حيث نحصل على معدل التفاعل الأمامي. إذا المعدل الأمامي يساوي، دعونا نكتب تركيز جزيئات V للقوة A ضرب التركيز لجزيئات X للقوة B. الآن إذا أردنا إيجاد المعدل العكسي، هو مكتوب أصلا، إذا هذا المعدل الأمامي هنا، إذا أردنا إيجاد المعدل العكسي للتفاعل هنا forward rate reverse، لنفرض أن هذا يساوي ثابت معين آخر، لنسمي هذا K minus، المنطق نفسه بالضبط يحصل، فقط سنسير في هذا الاتجاه الآن. إذا نظرنا إلى المعادلة الأصلية سنسير في هذا الاتجاه، إذا لهذا التفاعل نقوم بنفس الشيء لكن فعليا نقوم باستخدام أحرف مختلفة. إذا التفاعل العكسي سيكون التركيز من جزيئات Y للقوة C، لأننا نحتاج C منها تقريبا عند نفس الوقت، ضرب التركيز من جزيئات Z للقوة D. الآن عند بداية الفيديو قلنا التوازن يحدث عندما تتساوى هذه المعادلات، كتبتها هنا. إذا كان المعدل العكسي يساوي ثابت معين ضرب هذا، والمعدل الأمامي يساوي ثابت معين ضرب هذا، فسنصل للتوازن عندما يكون هذان الاثنان متساويان. سأمسح بعض الأشياء هنا، سأمسح
هذا أيضا. إذا متى ستكون تساوي بعضها البعض؟ عندما المعدل الأمامي، المعدل الأمامي هو هذا الثابت الأمامي، نعم، إذا الذي أخذناه بعين الاعتبار، حسنا، ضرب تركيز جزيئات V للقوة A. يمكن إظهار هذا مثل الاحتمالية لإيجاد حجم معين. لا، ربما ستتوهمون أن حرف V اختصارا للحجم. دعوني أقول احتمالية لإيجاد أشياء V، جزيئات AV في حجم معين، أشياء من V، نعم، هو تركيز V للقوة A ضرب تركيز X للقوة B. هذا التفاعل الأمامي، وهذا يجب أن يساوي التفاعل العكسي. إذا K ماينس ضرب التركيز Y للقوة C ضرب تركيز Z للقوة D. الآن إذا قسمنا الطرفين على سأمسح مساحة أكبر قبل هذا، لا ليس بهذا، حسنا، إذا لنقسم الطرفين على K ماينس وكلا الطرفين على هذا، إذا نحصل على كي موجب على كي سالب، وهذا يساوي هذا يساوي واي للقوة سي ضرب زد للقوة دي، كل هذا على ذلك في للقوة اي ضرب تركيز اكس للقوة بي. حسنا، سأضع هذا بالأرجواني لنعلم أن هذا كان ناقص كي، ومن ثم هذه هي ثوابت اثنان عشوائية، إذا يمكن تبديلهم ونسميهم ثابت التوازن. وتقريبا وصلنا لحيث نريد، وصلنا إلى صيغة ثابت التوازن هذه هنا. الآن أعلم هذا كان مشوش، لكن أريدكم على الأقل أن تحصلوا على تنويه أو على إدراك، هذا لا يأتي من فراغ، على الأقل هذا منطقي. هذا في الواقع نتج من حساب الاحتمالية، هذه احتماليات أو احتماليات معدل التفاعل الأمامي، نعم، تتناسب مع هذا، لأنه كلما كان تركيز V أكثر لدينا سيكون احتمالية أكبر لإيجاد هذا، بالرغم أنه إذا أردنا جسيمات أكثر من هذه يجب أن نضرب التراكيز ببعضهم البعض، لأن الاحتمالية ستصبح أقل لأننا نريد المزيد منهم مع بعضهم البعض حتى يحدث التفاعل. نفس الشيء لكل شيء هناك، ولكن كل هذا مستمد من أن التفاعل الأمامي يجب أن يساوي لثابت معين ضرب التفاعل الخلفي، أو عملية المعدلات لهم يجب أن تتساوى، ومن ثم عمليا نحسب الاحتمالية، فسيكون لدينا ثابت هنا. على أي حال، على أمل أنني لم أربككم، لكن أردت أن تدركوا أن هذه ليست معادلة عشوائية، أعتقد أنها في الواقع جاءت من حقيقة، أنه كلما كان التركيز أعلى لدينا فإن احتمالية تصادم الجزيئات ستكون أكبر.